للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن مراسل إكسترا نيوز محمد حداد. محمد، أرحب بك. نعم، أرحب بكم، وهذه المتابعة لفعاليات منتدى غاز شرق المتوسط، وهذا الاجتماع الوزاري الثالث الذي تستضيفه القاهرة برئاسة مصر والدكتور طارق الملا وزير البترول، وحضور وزراء الطاقة القبرصي واليوناني والإسرائيلي والمسؤول الفلسطيني عن الطاقة ووكيلة وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية وممثل وزيرة الطاقة الأردنية، وأيضا بحضور عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. بالفعل منذ دقائق قليلة أعلن الدكتور طارق الملا وزير البترول التوقيع بالأحرف الأولى على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط وإطلاق الإطار التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط، وقال أن تقديم الإطار التأسيسي سوف يكون نواة لتقديمه إلى المفاوضات الأوروبية لكي يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي، وهو بمثابة عدد كبير من المميزات التي يحملها هذا الإطار التأسيسي، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة لجعل مصر مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز خلال الفترة القادمة. بكل تأكيد شهد هذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء منتدى غاز شرق المتوسط طلب رسمي من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بالانضمام إلى هذا المنتدى، وبكل تأكيد هناك عدد كبير من الأمور التوافقية بين الوزراء الأعضاء والدول الأعضاء في هذا المنتدى، وقرر الوزراء الأعضاء في هذا المنتدى أن تستضيف القاهرة الاجتماع القادم الوزاري القادم لمنتدى غاز شرق المتوسط في الربع الثاني من العام الجاري. عقد منذ قليل هذا المؤتمر الصحفي الذي تحدث خلاله الوزراء الأعضاء في هذا المنتدى، وأكدوا أن ميثاق هذا المنتدى سوف يتم عرضه على المفوضية الأوروبية لبيان توافقه مع الاتحاد الأوروبي، وسوف يكون بمثابة منظمة دولية حكومية رسمية خلال الفترة القادمة. كانت هذه إطلالة سريعة على أهم ما جاء في الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء غاز شرق المتوسط ومنتدى غاز شرق المتوسط الذي تستضيفه القاهرة وينطلق من القاهرة بحضور ممثلين لسبعة دول. أشكركم شكرا جزيلا على طيب المتابعة، وعودة إليكم في الاستوديو. محمد حداد مراسل إكسترا نيوز، أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل، شكرا لك.